هاي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مساء الخير يا يوسف. مساء النور خي يوسف، ومساء النور على جميع متابعي برنامجك المميز. بارك الله فيك. اليوم كرة السلة تشهد طفرة، أنتم من الناس اللي اشتغلتوا في مراحل سابقة وقديمة وكرة السلة ضعيفة، نتكلم فيك في العشر سنوات الأخيرة، إن ما كانش في مستوى، ما كانش في مردود، ما كانش في حتى اهتمام بلعبة كرة السلة، حاولتم إنكم أنتم تعيدوا اللعبة من جديد للواجهة. اليوم كرة السلة تتصدر المشهد مجددا وبمنافسة قوية وشرسة بين أندية التوماني وبين الأندية التي تنافس على اللقب. بكل تأكيد كرة السلة أخي يوسف في ليبيا أصبحت الآن تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة سواء داخل ليبيا أو تحظى بمتابعة حتى عربيا، بحكم أن الدوري الليبي الآن يضم أسماء كبيرة من المدربين العرب ويضم أسماء محترفين لها وزنها على الساحة، فأصبح الدوري الليبي متابع بشكل كبير محليا وخارجيا. لذلك كرة السلة وجماهيرها وكل أسرة كرة السلة تستحق يعني دعم أكبر، تستحق اهتمام أكبر سواء من الجهات الحكومية في الدولة الليبية، دعم أكبر منتخب ليبيا لكرة السلة يواجه في بعض الأحيان الإهمال. لدينا جيل ممتاز أخي يوسف، الأكاد أجزم لو يحظى بالمتابعة من الجهات الحكومية ويحظى بمعسكرات ومشاركات خارجية يمكننا تحقيق إنجازات محلية عربيا وحتى قاريا في فترة قصيرة جدا. يعني لدينا مقومات تسمح بأن يكون منتخب ليبيا في مصاف الفرق والمنتخبات العربية والأفريقية. يوسف باهي، بالحديث عن الآن استخدام مدربين ولاعبين في الفترة أو الأسبوع الماضي حدث شيء مؤسف صراحة لبعثة فريق النصر، والكل كان متخوف من نزوح هؤلاء المحترفين الأمريكان بالذات والأجانب اللي جوا لليبيا في الفترة الأخيرة، وحسب ما سمعنا من أخبار أنهم طالبوا حتى بفسخ عقودهم مع الأندية الليبية. طمنا على البعثات، طمنا على المحترفين، وطمنا في هذا الجانب وين وصلتوا بالضبط. صحيح، طبعا آخر عشر سنوات كما تحدثت أنت أخي يوسف قدموا إلى ليبيا عدد من المحترفين المميزين.